الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر مرحبا بكم. أحسن حاجة تقدروا تصبحوا بها هو أنكم تأخذوا كرموس من الشجرة صباح الخير عليكم صباح النور كي صبحتوا لاباس عليكم في امان الله كي صبحتوا صباح العيد هذا اول حاجه درتها هي العجينه غادي نخبز ان شاء الله هذا الخبيز ومن بعد غتلاحظوا معايا او غادي تشوفوا معايا ها هو محتو انا نتوما راني منقياها الفران ها هو هذا عندي هذا الاسباس فين غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نذبحوا ايوا نذبحوا الوالد ديالي والزوج ديالي راه كيشوفوا داك النعناع نذبحوا ان شاء الله ونتلاقاو ايوا شنو نقول لكم روينات العيد راه كتبقى روينه العيد فبالنسبه للكبده انا خديت واحد الطريف عطيته للوالد ديالي باش يصوب هو والقلب والكلاوي والفولات باش يصوب القضبان في نفس الوقت خديت هاد الطريفات هادو اللي غادي نديرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنديرهم قولوا لي نتوما نسيت ناخذ شويه ديال النفع غير باش ما يضرناش غنديرهم بولفاف درت فيهم شويه ديال الكمون غندير فيهم فقط شويه الكمون شويه الملح وغنصب معايا في نفس الوقت الكرشه ندير شويه الملح ماشي بزاف وغادي نصب كما قلت لكم الكرشه او التقليه هنا درت بصله مع شويه ديال الكمون شويه ديال باقي ما درتش الكمون حتى يقل غادي نزيد الكمون انا كندير كلشي دقه وحده لان وغندير التحميره هنا يخير الله باغ كونطخ هنا غادي نزيد فقط غير الكزبر ياس مدقوق كيما قلت غنزيد الكزبر ياس مدقوق هنايا مزيان وغادي ندير ثاني الكزبر ياس مدقوق هنايا في التقليه كيجي زوين غادي نخلي حدايا هاد القزبر ياس وهاد غادي ندير ان شاء الله الرحمن الرحيم البزار اللي طحن على اليد رشو معايا فاش كنت كنطحن المروزيه ندير البزار وغادي نرجع هاد الشيء ونخلي حدايا فقط الكمون والملحه خلاص راه غنسقى حدايا غادي ان شاء الله هذا غادي نديه ونجيبو في هاد الشيء فبلاتي نحيد واحد التخشيشه غادي نشرب من داك على ما نشعل هذا وغادي تشوفوا معايا اللي سميتها الشحمه كيفاش غادي نقطعها باش ندير بولفاف هذا غنخلي في نفس الوقت غادي نصوب الثومه هذا التقليه من بعد ما غسلت التقليه مزيان فها هي هذه درت الكرشه درت شويه ديال الريه ما كنديروش الريه بزاف مثلا الشحم درت ام البنات شنو عاود قرجوطه نعز عليها القرجوطه درت فيها واحد شويه واحد معلقه صغيره ديال المروزيه كتجي زوينه فيها ودرت الخرقوم غادي ندير ليه بزار ندير البزار ندير شويه سكينجبير ولا درت البزار ولا درتو ندير الشطه هانتوما تشوفوا هاد النصيب ديال ندير شويه سكينجبير غنشوفوا النصيب ديال هاد الكرشه هكا كيجي رائع لا ولدي ما عندك فين تخرج حبيبي
أباي لبشيتي حدا هذاك. أباي لبشيتي حدا البيت ديال فافا. أنا نسيت راسي كنصور. غندير واحد شويه ديال الزيت البلديه ماشي بزاف لان هي فيها المصفران تشحم، وهذاك المصفران تشحم هو غادي 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 يطلق داك داك الشحمه اللي فيها وداك الزويته اللي فيه. غادي نخلط مزيان قدامكم شنو اللي باقي ليا فيها. الثومه درتها، البصيله درتها، نزيد واحد مطيشه وحده صغيره غير صغيره مقطعه شي كبيرة بزاف. هي اللي كتجي فن فن فن، هاد كتجي رائعة. هاد الكرشة كتجي غزالة، ستوبل مزيان وخصها القزبر ومعدنوس مزيان وخصها القزبر يابس مزيان، لأنه هو اللي كيبننها وكيعطيها واحد اللذة. على محل أنا ما كنسلقش هاد هاد، نزيد شوية القزبر يابس، ما كنسلقش الكرشة، ماشي من النوع اللي كيسلقوها، لان ما عنديش علاش نسلقها. كنغسلها مزيان بالخل والملحه وهذا والماء، كتغسل مزيان وكتنقى مزيان وصافي وكطيب. راه هي تبارك الله، هي شوف كيف دايره على من زوينات. بلاتي نوريكم، ها هي كي كتكون من اللور، وها هي كي دايره من القدام، هي بيضه كتشعل بلا جديده تبارك الله. الذبيحه باقا زوينه، علاش غادي نبقاو نحلكوا عليها؟ صافي غندير داك الميطشه وغادي ندير معاها واحد قطيره ديال ديال هذاك الحامض اللي انا مصيره، معسل هذا الحامض، فغندير معاها واحد شويه وغادي نروي غير القياس، ما غنقلي ما حتى حاجه، غنرويها مباشره وغنديرها ان شاء الله الرحمن الرحيم طيب. وراها كتجي كل واحد الطريقه. المهم انا هذه هي طريقتي ديال الكرشه او ديال التقليه او ديال الدواره، كل واحد شنو كيسميها. على ما حال العيد ما كيدوش نهار الاول بلا دواره عندي انا. هذا العام تبارك الله، على ما حال تبارك الله الخير موجود. درت واحد شويه ديال داك الشحمه تبوص، ماشي الشحمه، داك الحيمه تبوص صغير، كاينين شي الحيمات كيتنقاو كنديرهم فيه. صافي وها هي ناضيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. نخلطها مزيان وكما قلت غادي نروي عليها ونديرها طيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. نزيد هذاك الشويه ديال كنقطعها كبيره قطعه شي صغيره. صافي نرويها ونزيد عليها داك الشويه ديال الحامض معسل، واحد طريف او طريفه هذا الحامض معسل، وهي دي واجده ان شاء الله. بالنسبه للفولات ها هما هادو، انا نخليهم هنديرهم غير بالكمون، شويه الكمون شويه الملح، ولا ديما تيبغيهمش فشي حاجه اخرى، غنديرهم بالكمون والملحه وغنديرهم في بابي الومنيوم وغادي نشويهم اليوم. هنا كاين تبارك الله كلاوي، وكاين القلوبه، وكاين مصران تشحم، وكاين طريف ديال الكبده اللي غادي نتوبلو حتى هو. هذا كيجي زوين زعما، صدقوني من جد كيجي رائع. غنزيد شويه ديال النفع فقط باش ما يضرناش. غادي نزيد شويه الزبده غير شويه، ماديروش على الصداع، على كل شيء خارج كل شيء اكسيتي. ندير شويه ديال التحميره، ندير بطبيعه الحال شويه ديال الملح، ما غاديش نقوي لان القطبان الاصل فيهم هو ان اللي كيبغي فيه ملح كيزيد ملح من عنده. هنا غندير في هذه الفولات شويه ديال الملح لوليداتي، وهنا غادي ندير مليحه قياس ندير شكسه، غندير زبيته روميه ماشي زبيته العود، غندير زبيته روميه. صافي اي لو تو ريجوي، غنخلط داكشي مزيان، غنجبد القطيبات ها هما هادو، انا كنخلط بيدي حتى من بعد نديرو لا مانيكور. صافي
بنتي مسكينه راه معاوناني، جايبه المعلمين شفاري تربطهم لموضعهم باش ما يكثروش علينا الماء من البانيوات، لان تبارك الله هاد البانيوات اللي خرج هاد العام وهاد النهار نخليهم يرقدوا مزيان. شتي تبارك الله شحال زوينه هاد الكبده ديال هاد العام، وشحال زوين هاد تبارك الله هاد الحليب الخير هذا ديال الحليب. انا من عشاق الحواله زعما ما نكذبش، ومن عشاق عيد الاضحى، فخليت هادو هكا صافي غنخليهم يرقدوا. من بعد غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرهم في السياخ. اذا وجدنا الطحان معمر تبارك الله بابا عمرو غزال، وهذا الولفات ديالنا قطيبات، غادي نشويهم ان شاء الله الرحمن الرحيم نتغداو من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديال التقليه او ديال الدوره كي كتجي. وحيت النهار مازال ما سالاش، ف الام ديالي هي والزوج ديالي خداو الاضحيه باش انها تقطع الكسر، لان حقا هذا العام ما نقدرش نقطعها، ما بقاش عندي زعما الجهد. هنا غادي تشوفوا معايا بانني عندي القزبر يابس، هذا القزبر راه منقي وقاد، انا كنت عاود رجعته في هاد الخنيشه ديالو، غادي نطحنو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نديرو باش غادي نصوب لقدي، لان ملي غايجيبو الضحيه من عندي بزاف ف اش غنقول لكم غادي يكون هو راه انا قلت له كيفاش يقطع ليا القديد وداكشي، والام ديالي خلاص عارفه لان انا تعلمت هادشي من عندها. فغادي ندير هنايا القزبر يابس، غندير معاه الثومه، غندير معاه كذلك الخل الملحه والكمون، شويه ديال راس الحانوت او ديال شاورما اللحم، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم تشوفوا معايا بان القديد اليوم انا غادي نصوبه ما غنخليهش حتى الغدا، يلحقو يقال عيت، ولكن معنا ما نديرو، هذا هو اللي عطى الله، ضروري هاد النهار الاول كتكون فيه شويه تماره زايده. اللي عنده الماكينه انا خسرت لي واحد الماكينه كانت عندي، يدوزها في الماكينه، اللي ما عندوش الماكينه يدير لها بحال هكا ولا يدكها، هي نورمالمون كدار الثومه بقشورها، انا غندوزها في الماكينه هكا مع الزيت، يعني غير باش تهرس، هي كتهرمش الثومه نورمالمون شي كت ما كان يعني ما كان نزيدوش ليها داك فوالا. غادي ندير الثومه وغادي نزيد الثومه لانني مازال باغا بزاف ديال هاد الخليط، على ودي بغيت ندير واحد شويه ديال كل الثومه ديال الخليع، ايوا ما نخليش شي راسي بلا خليع. اذا بالنسبه ليا هاد هي الشرميله ديال الجديد، انا الجديد سي فان كونتو هنا كيما تيقولوا ديال العيد، ما نقدرش زعما ندير العيد بلا جديد، ما يمكنش ليا بتاتا انني ندير دوز ديال العيد بلا جديد. غادي نزيد شويه ديال الخل، الخل الجديد علاش، لان الخل والملحه هما اللي ما كيخليوش الدبان يجمع عليه، وراه كيجي تبارك الله غزال. انا كندير الجديد، كندير الدياله، على ما حال غنخلي لكم الرابط ديال الفيديوهات السابقه اللي درت فيها المجبنه، كندير المجبنه كندير كلشي زعما اللي غادي اللي كيبغيه ليا خاطري، واللي كندير به داكشي ديال العيد. سبحان الله سي سي كيلكو شوز العيد، انا بالنسبه ليا سي كيلكو شوز، منقدرش ندوز العيد بلا هادشي، والحمد لله الله يرفع علينا هاد البلاء يا ربي، وان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي كله يبقى غير تعاويد، وخا هاد العام سي اكسبسيونيل، ولكن دابا ربي سهل ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما يكون غير خير
حاجه وحده منين تكونوا كتخلطوا هكا بحال هاد التخليطات وداك الشيء، مزيان بس انكم تخلطوا بمعلقه العود بحال الله كتجي واحد البنه وكتجي واحد بحال الا قلتوا داك لي زوند نيجاتيف كيتحيدوا. غادي في نفس الوقت اليوم غادي نخلي الحيمه اللي غادي ندير بها المروزيه، وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوفوا المروزيه على حقها وطريقه نيد الوالده ديالي، يعني المروزيه الاصيل هي اللي كتبدا في الاول كتبدا بالشحمه دي كانت كطيب ديال الناس زمان. غتشوفوا المروزيه على حقها وطريقه، ما تنساوش تتابعوا معايا لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنخلي هاد لاصوص هادي على ما يجيو هما ان شاء الله من عند القزر لان لقاو عليه القتيله، فغنخلي هذا الصوص وغادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالضبط الى بقينا في الحياه الشكل ديال سمحوا لي راني كنهضر غير شويه لان من جد عييت مابقاش عندي الجهد باش انني نصدح بالهضره، فغتسمحوا لي غنوريكم فقط الشكل ديال لاتسي تشوفوا معايا الشكل ديال التقلية او الكرشة الدوارة ديالي. بالنسبة لهذا التقلية ديالي او الكرشة ديالي هي دي كتجي روعة روعة كتشوف كتجي ملبية، كنخلي فيها انا داك المريقة باش كيغمسو كتجي رائعة وسبحان الله تبارك الله هاد العام غطى بالزبدة، يعني ما محتاج شي انه هذا انه يطيب بزاف. فنطلبنا بالصحة والراحة اليوم في الليل اللي بغى ياكلها، هنا كاين اللي باقي من فوق من هذا من الغدا نقدوها، وكان هذا هو النهاية ديال الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولا شي وشاركتوا معايا بعض اللحظات من هذا النهار هذا الحمد لله اللي داز بخير وعلى خير. كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ودعموني باللايكات، وكنقول لكم عاوتاني عيد مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية. بنتي ها هي راه جاية كتبوس فيا مسكينة تاهي تمحنات. شنو تقولي هبة؟ نهار العيد اول مرة هكا زعما درت شي حاجة بنتي الله يرضي عليك، وتابوناو في لاشين دو ماما هي احسن قناة نتاع الطبخ. الله يرضي عليك بنتي معجبة بيا حتى انا معجبة بها لان سي اون بوتيت بيرسون كي تري تري غراند ديسبري ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى ان وليداتكم كلهم يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الى اللقاء احبتي.